مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة ربطوا بي اتصال في القضية أو الصدمة إذا صح التعبير ديال دكتور تازي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في السابق كنا في ملفات إنسانية، ننقل الخبر بصدق وبأمانة وليس لنا صلة بأمور أخرى تتعلق بالمال أو أشياء أخرى. في خضم الموضوع الصدمة، أنا الأول جاتني غريبة. دكتور تازي ومن معاه تهم ثقيلة، أسباب والمسببات صعب أننا نتكلموا فيها الآن. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع هو حاليا تم الاعتقال دياله مع الزوجة مع الأخ مع عناصر أخرى، والملف حاليا عند قاضي التحقيق. صك الاتهام اللي وجهت ليه النيابة العامة حالته القاضي التحقيق، هو الآن في مرحلة أخرى اللي هي الاستنطاق التفصيلي، ومن ثم غادي يكون تكييف ديال المتابعة للقضاء الجالس اللي غيصدر القرار في الأخير. مشاهدينا الكرام، من أصعب الأشياء الآن الأحكام السابقة، هل هو مدان نعم أم لا؟ له حق في البراءة، له حق في أنه يدلي بما يفيد، هل هو بريء نعم أم لا؟ مجهودات الفرقة الوطنية، مجهودات كذلك النيابة العامة، مشكورين لتبيان الحقيقة، ولكن يبقى له الحق الثاني في مراحل ديال التقاضي ليثبت هل هو فعلا مذنب نعم أم لا. مشاهدينا الكرام، هذا تحليل شخصي وشيئا ما قانوني. في خضم الموضوع معايا الأستاذة لبنى، محامية بهيئة الدار البيضاء وبرلمانية، غادي نشوف مع هذه الأحكام الثقيلة اللي وجهت النيابة العامة في الأول التزي ومن معه. أستاذ الشق القانوني، أعتقد حللت في الموضوع شيئا ما، كيف شفتي هذا؟ تعلمتي تعلمت ألين صدمة صدمة. من عاشر قوما في المجال القضائي والقانوني يتملك المعرفة القانونية، تبارك الله عليك، هذا هو المفروض. كيف شفتي أستاذ هذا الصدمة إذا صحت؟ أنا من البارح وأنا في التصريحات مازال أنا ما فقتش من الصدمة، لأنه كيف قلت باش يكون عندنا في بلادنا مجموعة ديال الناس اللي كيشرفوها في المجال الطبي الهندسي القانوني، مجموعة ديال الأسماء اللي مثلا في مثلا خارج المغرب تتقول دكتور تازي تيقول كان المغربي الاختصاصي في التجميل. إذا باش تكون عندنا أعلام بهذا الشكل، انها توسخ مسائل اللي كتحز في النفس، لانها ما تتوسخش واش هو بوحده، وانما كتوسخ المغرب برماته. علاش؟ لانه هو كيمثل بلاد بحد ذاتها. كيف قلتي وكيف كنقولوا، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. حالته في حاله اعتقال للسجن المدني عكاشه لا يعني بانه اقترف هذه الافعال، وليست ادانه. هادشي اللي خصنا نعرفوه، الاعتقال الاحتياطي هو وسيله من الوسائل اللي كتلجأ ليها سواء النيابه العامه او اللي كيلجأ لها قضاء ديال التحقيق كوسيله من التدابير، نقدروا نقولوا الوقائيه. ربما هذا السيد الا خليناه خارج يقدر يتعرض مثلا للضرب والجرح ويتمس في شخصه، اذا ربما هو في مؤسسه راه وسيله من الوسائل اللي كنحميوه. ريتما يكون واحد، ريتما السيد قاضي التحقيق يدير خدمته، غادي يكون عنده الملف، غادي يستمع للاطراف بدايه، لان دابا كيف قلنا البارح كان استنطاق تمهيدي وحنا مقبلين على استنطاق تفصيلي. غادي يستمع لكل متهم متهم، غادي يستمع للشهود، غيستمع غيدير المواجهه ما بين الناس، لان لحد الساعه شكون هما الناس يتقدموا بالشكايه، الملف كيفاش تحرك، الفرقه الوطنيه كيفاش تبناته، شكون اللي جاب الشكايه، واش ضحايا، واش النيابه العامه تحركات من تلقاء نفسها في اطار الاختصاصات اللي عندها. هادشي كله غادي يتعرف، لان كيف كتعرفوا الملف في البحث التمهيدي تيكون السريه ديال البحث، ما كيكونش عند الدفاع انه الحق انه يطالع. اذا كيف قلتي في هضرتك، السيد قاضي التحقيق غادي يخدم هذا الملف وغادي يعطيه لنا داخل الاجل القانونيه اللي كي قلنا الاعتقال الاحتياطي في الجنايه راه ما كيفوتش مده ديال سنه، وانا اكيد انه غيعطيه لنا في اقل من هذه المده، وهو ديك الساعه غادي يقرر
واش يدير المتابعه او لعدم المتابعه، وعندهم مجموعه ديال الاشخاص واش غيتابعهم كاملين ولا غيتابع البعض منهم، الى جانب هو انه هو خدام في الملف راه عنده مجموعه ديال الوسائل اللي غيخدم بها. عندنا تزوير فواتير راه ممكن يلجا للخبره، عندنا شهود ممكن يستمع لهم، كيف قلت عندنا الحق باش يتقصى الحقيقه بجميع الوسائل اللي عنده. وبطبيعه الحال كيبقى المفصل في القرار اللي غياخذ السيد القاضي التحقيق بالمتابعه وعدم المتابعه، وبطبيعه الحال الملف اللي غيتحال للقضاء الجالس اللي غادي يتحال الغرفه ديال الجنايات، ومع ذلك سيبقى قرار اللي قابل للاستئناف امام محكمه الاستئناف، وكيبقى قرار قابل للنقد في الشق القانوني وفي العيوب القانونيه اللي ممكن ربما تشمل الملف ديال الاستئناف. هو كذلك استاذ كاين واحد الشق قانوني ان نسمعوا انه هو جنايه، كنسمعوا التجار في البشر، تكوين عصابه اجراميه، النصب والاحتيال، التزوير وامور اخرى، ولكن اللي تنوير الراي العام اكثر في الموضوع باش تاكدي الكلام معايا انه القرار النهائي ديال القاضي التحقيق علاش كيبني القضاء. ممكن انا دابا نسمعوا بعض المجموعه من نسمعوا من الاتهامات، ولكن ما زالت الامور مازال ما شوف العبره بالقرار النهائي، والقرار النهائي راه غيكون عند محكمه الاستئناف. السيد قاضي التحقيق غادي يقرر متابعه او عدم متابعه، المحكمه الابتدائيه هي كذلك غادي تصدر احكام، بمعنى نحن الان راه ما يمكنش نطلقوا اوصاف وما نطلقوش فصول وما نحاولوا نتحراو شويه ديال نكونوا ديال الاتزان، ما نكونوش متسرعين، لان في كل الاحوال هذا السيد اللي ربما قدم خدمات لهاد البلاد، احالته كيف قلت السجن المدني العكاشه لا يعني انه راه، لان كيف قلنا المتهم باري حتى تثبت ادانته، والادانه كتكون بقرار نهائي استئنافي. استاذه شكرا لك، الله يوفقك يا ربي، وحكى ذلك في التشريع ديال القوانين البرلمانيه. لا لا في التشريع، اذا هنا مطروحه بزاف ديال الورشات اولا بزاف ديال الابواب، اهمها وهو الباب ديال الاحسان، لان دابا الناس تقدم على الاحسان. هاد المسائل خصها ما تبقاش على عواهنها، خص يتم التفكير في التقنين ديال الاحسان. كيف قلت البارح ربما دار هيئات، دار لجان، دار على مستوى العمالات ولا على مستوى الجماعات، باش حتى ديك النيه ديال اننا نغشوا في شي حاجه اولا نديروا وسائل احتياليه ولا نصب احتيال، نكونوا عارفين راه كاينه واحد المراقبه اولا كاينه نصوص قانونيه اللي كتاثرنا. شكرا. شكرا لك استاذه. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاستاذه ناقشت معايا الشق القانوني وكذلك هي برلمانيه، تنتمنوا لها التوفيق. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع كما قلت في السابق، يجب علينا شيئا ما ضبط النفس في هذا الموضوع، لانه هناك مراحل ديال التقاضي، وله الحق دكتور تازي ان يدافع عن نفسه هو ومن معه لتبيان الحقيقه اكثر، والقرار في الاخير بيد القضاء. من اصعب الاشياء الاحكام المتسرعه الان، الشرطه لها ما يفيد، النيابه العامه دارت سك الاتهام، ولكن له الحق في الدفاع عن نفسه. مشاهدينا الكرام احنا غادي نتبعوا هذا الملف على اساس بعد بطبيعه الحال التقرير النهائي اللي غادي يخرج به قاضي التحقيق اللي غادي يقدم الجلسه مع الاستاذه، غادي نشوفوا حيثيات القضيه اللي تنوي الراي العام بصدق وبامانه. مشاهدينا الكرام من اصعب الاشياء الاحكام السابقه الان، انا الان اتكلم بعمق الصراحه، لست مع اي طرف، ولكن الحقيقه من اصعب الاشياء ان نصدر احكاما في الوقت الحالي. مشاهدينا الكرام سوف نكون مع هذا الملف، وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات دكتور تازي ومن معه من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.